تعود الكرة مجددا عند النادي الفيصلي في الجهة اليسرى، ملعوبة جميلة باتجاه هنا من محمد دكلوب في الكرة الماضية، وما سالت الكرة عند أمير، هنا أمير يلعبها، يا سلام يا سلام، خطير وثالث الأهداف، ثالث الأهداف، أول لمسات أمين، يعني أمين ومن اللمسة الأولى ينجح ويحرز ثالث الأهداف لمصلحة النادي الفيصلي. شاهدنا تمريرة أمين في الجهة اليسرى بداية الهجمة، تمريرة ولا أجمل، ووصلت إلى أمين داخل منطقة الجزاء وبكل هدوء يضعها هنا في الشباك وينجح وسط ابتسامة كبيرة عند لاعبي النادي الفيصلي. ثلاثة أهداف مقابل لا شيء لمصلحة الفيصلي. شوف الإعادة هنا، تمريرة أمين جميلة كانت في الجهة اليسرى، وهنا أمين من الهجمة، هنا المتابعة الجيدة التي كانت من أمين الشنايدي، شاهد هنا المتابعة داخل منطقة الجزاء ووضعها هنا على يسار الحارس حماد الأصبر. جمال أبو عابد لا يبتسم، جمال أبو عابد، هنا ينجح جمال، يعني أمين ثواني فقط احتاج هنا لإحراز الهدف، لمسة أولى ولمسة ثانية ينجح ويحرز ثالث الأهداف لمصلحة النادي الفيصلي.